تحية طيبة لكل متابعي قناة أسرار الزراعة والنبات، أتمنى تكونوا بخير. في هذا الفيديو بغيت نشارك معكم أسهل طريقة وأنجح طريقة باش نزرعوا النعناع، ومجربة يعني جربتها وجربت بزاف ديال الطرق، لقيت هذه أسهل طريقة والنتيجة ديالها أمامكم. قرب عندي شوية، هذا مثال بسيط، النتيجة أمامكم، نموات جداد، نموات جداد. وهذه الطريقة ما كتحتاجش لحزارة ولا إزالة الأوراق السفلية، ولا الطريقة هي أنك كتجيب ربطة ديال النعناع أولا جوج ربطات أولا شوف القياس اللي بغيتي دير، تترقدو في الماء 24 ساعة يومين، ما تحيد ليه لا اوراق لا والو، كتجيب ربطه بحال هكا صاينه، ها هي ربطه، ها هي باقا مسدوده، كنرقدوها في الماء يومين. من بعد الشيبه تا هي، ها العود ديال الشيبه، ها النتيجه ديال الشيبه، كلك تقرب عندي هنا السي المخرج، النتيجه ديال الشيبه راه الاخرين تا هما مازال غادي نوريها لكم. المهم نبقاو في الموضوع ديالنا ديال النعناع، الطريقة اللي هي اننا ملي تنحلو هاد الربطة بحال هكا، نمشي معاكم خطوة بخطوة، تنحلو هاد الربطة بحال هكا، كنحاولو نعزلو تقريبا 4 العواد، 3 4 حتى 5، ما تحيد الاوراق لا والو، كنزرعوهم بهاد الطريقة. كان عندك فاز يكون طويل بو او لسطل بانيو في السطح، كانت عندك الارض بحال الكره مزيان، ندوزو للتطبيق، تيبان لك هنا السي المخرج، السي المصور، نديرو بحال هكا، تنعسوها بحال هكا، بحال هكا على هاد الطريقة، النتيجة هائلة. مع المدة واحد 3 ايام 4 ايام، هاد الوراق كلهم غادي يبسو وغادي يكرمو وغادي يتساسو، وغادي يطلعوا لنا نموات جداد كما تتشوفونا، وكما كتشوفونا هادو راه كان هاد الربطة هادي تا هي راه كانت قد هادي، وهاد الربطة وهادي كلهم كانوا كبار، كلهم كانوا عامرين بالوراق. قرب لهادي، هاد الربطة كانت بحال هادي، تساسوا الوراق يبسوا طاحوا طلعوا نموات جداد، وكذلك هنا وكذلك هنا. من بعد النعناع راه عرفناه تيخلف، هاد البلاصه كلها مازال غادي تنبت بالنعناع. نمشيو نكملو، تنحطو الربطه ديالنا بحال هكا، اولا هاد العواد هادو نردو عليهم تراب من هاد الجهه، من الجهه الاخرى نديرو ليهم تكايه مخده، هاهي هاهي قبرنا بالمصطلح المفيد. ندوزو الاخرى، نهزو عاوتاني العدد ديال تقريبا بحال هكا 3 4 5، هادي نتيجة اللي مجربة وسهلة وعملية، ما توحلش معاها وما تضربش معاها تمارة. هاهي علاش كنعزلو 3 ولا 4 ولا 5، ربما جوج اللي غيصدقوا، يعني العود الغليظ هو اللي غادي يصدق، هادوك العواد الرقاق ودوك العواد اللي ضعاف راه غادي يدبلو غادي يموتو. واخا ندوز لوحدة اخرى بحال هكا، هادي تا هي، ونبقاو غادي مستمرين. وكنسقيو مباشرة من بعد هاد العملية، كنسقيو ما تنديروش الغبار، ما كنديروش السماد العضوي يعني الغبار المزير ما تنديروش، لان مجهد على النعناع تيحرقو، الا درناه غادي يتحرق، تنخليوه بحال هكا حتى كيشد مزيان. ديك الساعه كنسقيو شاي الكومبوست، اللي ان شاء الله غادي نديرو فيديو على هاد شاي الكومبوست، هذاك تيعطي نتيجه بحال هاد الزراعات هادو.
بعد ما زرعنا النعناع بالطريقه اللي قلت لكم، ندور على الشيبه. الشيبه تفضل ان يكون العود غليظ، يعني تقريبا في حجم قلم الرصاص. ها هو العود ديالو غليظ، هذا رقيق شويه، ما فيها باس نزيدوه معاها، ربما يصدق ما يصدقش، لكن هذا ان شاء الله غادي يصدق. الطريقه ديال التقطيع التحتانيه كتكون بحال هكا. ودابا غادي نمشيو للطريقه ديال الزراعه. انا ما تنزرعهمش بحال هكا واقفين، يعني افقيا كنزرعهم بحال هكا، وعطاتني نتيجه ديجا زرعتهم. نمشيو للتطبيق. كما كتلاحظوا هي الطريقه اللي تندير الشيبه وتتصدق. المهم كما قلنا زرعناه بطريقه مائله، درنا هانيت مع النعناع، بما ان العامل المشترك ديالهم بجوج هو البراد، كيتلاقاو بجوج مع البراد في البراد مع اتاي والسكر. هذا هو البلان. نتمنوا هذا الفيديو ينال الاستحسان ديالكم وينال الاعجاب ديالكم، وما فيها باس لابارطاجيتو مع الناس ديالكم باش تعم الفائده، وما فيها باس كذلك لا دعمتوا القناه بالاشتراك ودعمتوا الفيديو بزر الاعجاب. ويد الفلاح نظيفه.